اخر حاجه ندائي لجمهور النادي الاهلي بس بكره طبعا، لان النهارده عندي زي ما قلت لكم هي تغطيه خاصه جدا لمباراه الاهلي والنجم الساحلي، العملاقين الكبيرين سواء الاهلي او النجم. الحقيقه هنعمل تغطيه خاصه كده مع اثنين من نقادنا الرياضيين الكبار، الناقد الرياضي الاستاذ ايهاب الخطيب والاعلامي التونسي انيس بن عمر. هنتكلم الحقيقه في كل ما يخص الاعلام وايه اللي بيحصل في تونس. والاستاذ ايهاب زي ما حضراتكم عارفين واحد من الناس اللي عندها اسرار كثيره جدا 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 وعنده حاجات كثيره جدا هنتكلم معاه فيها في كل شيء. ولكن ندائي الاخير الحقيقه لجمهور النادي الاهلي، والحقيقه انا لما باجي اتكلم على الجمهور يعني انا جسمي بيقشعر، لانه جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء. جمهور النادي الاهلي بيخلي لو انت لياقتك البدنيه 100% تشجيع جمهور النادي الاهلي في الملعب بيخليها 200% وبيخليها 300%. والكلام ده مش كلام وخلاص، والله يا جماعه يمكن الواحد لما جرب شاف الموضوع ده. جمهور النادي الاهلي له دور كبير جدا جدا بكره من اول دقيقه لاخر دقيقه، مهما كان هناك مهما كان ايه اللي بيحصل قبل المباراه ما عنديش مشكله، لكن اهم حاجه بالنسبه لي ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نكسب بكره بمسانده جمهور النادي الاهلي، بمسانده جمهور النادي الاهلي اللي انا متاكد ان هو هيساند من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. فكل المسانده والمؤازره بكره لفريقنا ان شاء الله من خلال او في خلال 90 دقيقه ربنا يكرمنا ان شاء الله نتيجه تطلع في صالح النادي الاهلي. خلينا